درنا واحد درت واحد يعني واحد بريزونطاسيون، ولكن حنايا الاكثريه نهضروا نذاكروا نشوفوا شنو هما المسائل. كما قلت لكم غنهضروا على المسائل ماشي الطبيه والشبه الطب اللي كنسميوها شبه الطب، هي الكيني ولا بسيكولوجي والاورثوفوني. ومعنا اليوم معنا الكيني ومعنا لا بسيكولوج ومعنا اون اورثوفونيست، دونك عندنا الناس معنا. وكما قلت لكم قبيله حنا ها فين باغيين نمشيو بالجمعيه، بغينا حنا داكشي ديال الدواء نتجاوزوه، كاين الدواء ماشي هذا هو المشكل. حنا دابا كيفاش هاد الطفل غادي يعيش مزيان وغيكون مزيان وغادي يقدر ينمو مزيان ويقدر يقرا مزيان وغادي يولي اوتونوم، يعني يعتمد على راسه، هذا هو فين باغيين حنا نوصلوا اليوم. بالنسبه لحنا كما قلت لكم مع الاسف في هنايا عاد بدينا كنهضروا على هذا الشيء. بالنسبه للدول الاخرى راكم عارفين داك الشيء من نهار الاول كيتاخذ، دونك ماشي مشكل، حنا غادي نبداو نخدموا على هذا الشيء معاكم. غير هو اللي كان واحد الحاجه اللي كناكدوا عليها هو انكم نتوما اللي خصكم تديروا الخدمه، راه ماشي الجمعيه وماشي الطبيب، حيت الطبيب ولا الجمعيه ولا غينساوكم، حيت نتوما كثار. دونك نتوما اللي خصكم غادي يقول لك شنو خص يدار، ها كيفاش يدار، ولكن الام ولا الاب اللي خصهم يتبعوا المسائل ديالهم وخصهم يمشيو وخصهم يهضروا وخصهم يطلبوا بحقهم وخصهم يرجعوا. ولا الجمعيه نسات نجي نفكرها، ولا هذا نجي يعني هاد المساله هذه خصكم تكونوا عارفينها. البارح كانت معنا مارتين بيرجون اللي هي المديره ديال ايبوبي، يعني هاد الامراض الايبوبي هي بحال اللي غادي تقول الجمعيه العالميه ديال هاد الامراض، وراه كاينه في الكونغري. وشنو قالت لنا؟ قالت من بين الحوايج اللي قالت لنا اساسيين، قالت لنا خص الاباء يوليو كيعتمدوا على راسهم، راه هكذا باش لان علاش؟ لان كان في الاول كانوا 100 مريض، شويه ولينا 200، شويه 300، شويه وصلنا ل 1000، شويه ما يمكنش الا الاباء ما قلبوش على راسهم، ما شافوش الحقوق ديالهم فينا هما، وهذا والجمعيه واخا تعيا تقلب راه صعيب الحال، صعيب. غادي نبداو انا الاكثريه غادي نهضر على لا طاكسي، لان هي اللي فيها واحد الصعوبات اخرين اللي ما كاينينش عند الناس الاخرين، ولكن حنا دابا كنهضروا بصفه عامه. علاش كنهضروا على التغذيه؟ علاش كنهضروا على الغداء؟ والناس اللي عندهم ولادهم مرض بهذا المرض راه غيفهموا. كاين المشكل ديال انه بالنسبه للماكله اصلا، يعني الشهيه واش غتكون ما غتكونش، هذا كاينين شي وحدين اللي كيردوا في الصباح كيفيقوا كيردوا، يعني هذا الشيء كاين. ملي كيردوا يعني عندهم داك لو غوفلي، عندهم داك الارتجاع المرئي جو بونس كيسميوه، يعني ما خصهمش من شويه الوليد ولا البنيته غيبداو يكبروا غادي يبداو يفهموا بانهم بالصباح ما فيه ما ياكل خليه ما ياكلش حتى ل 12 وعاد ياكل، لان عاد كتقادلو المعده ديالو عاد كيبقى. كاين مشكل ديال المضيخ، كاين مشكل ديال البلع، كاين مشكل بالنسبه للماكله ملي كياكلوها اللي كنسميو حنا لي فوس غوت، يعني يقدر يمشي له في بلاصه اللي كيتنفس منها، دونك فو فيغ اتونسيون بالنسبه لهذا الشيء. حنا اليوم وهادشي كله شنو كيوقع فيه، حيت الدراري يقدروا تشوفوهم، بالنسبه كتشوف عنده 10 سنين هو كيبان بحال اللي عنده 5 سنين ولا هذا، علاش؟ لان بشويه الطفل كي ما كيبقاش ياكل شويه كتمشي له الشهيه، حيت هذاك الشيء كيجي بحال هكا. انا اليوم ما غاديش نعطيكم الحلول، ما غاديش نقول لكم راه شنو خصكم ديروا، لان داك الشيء غادي يجي على حسب الحاله، كل حاله والمختص اللي كاين هو اللي يقدر يقول لكم شنو خصكم ديروا وشنو ما خصوش ديروا. انا اليوم اللي بغيت نقول لكم هي التوعيه بالنسبه لهذا الشيء، ان هذا الشيء عنده حلول، باش 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 الواحد ما يسحبلوش لا صافي انا ولدي كيوقع له هذا الشيء يعني صافي هذاك الشيء راه في المرض ديالو ما يمكنناش نحيدوه، لا يمكننا نوقفوه ويمكننا ندلو. وكاين شي حوايج بساط اللي يمكننا نديرو بالنسبه للماكله ما تكونش قاصحه، بالنسبه لهذوك الضغيمات ما يكونوش كبار، بالنسبه ان نفزق الحاجه عاد نعطيها له، بالنسبه كيفاش ملي كيجلس باش ياكل خص الجلسه تكون ما يكونش متكي، حيت جينيرالمون ملي كيكون متكي على شي حاجه كتمشي له في الجهه الاخرى. بالنسبه عندنا كما قلنا الترطيب، يعني خصو ياكل شي حاجه تكون فازقه. وعندنا بالنسبه لهذا الشيء كامل ديال التغذيه مهم، علاش مهم؟
علاش مهم بالنسبه لهذه التغذيه؟ كما قلت، لان بالنسبه للنمو، بالنسبه للصحه بيان سور، لان الا ما كانش كياكل مزيان راه ما غيكبرش، الا ما كانش كياكل مزيان راه ما غاديش تكون عنده المناعه مزيانه. دونك هادشي كله وكيوقع واحد كنبقاو ندورو في واحد الحلقه، ما كياكلش، ما عندوش مناعه، كيمرض، كيتزادوا امراض اخرين، وكنبقاو ندورو في داكشي. داكشي علاش التغذيه مهمه، وكيفاش كنعطي له التغذيه، وملي كياكل يبقى جالس، يبقى ما نعسوش، غير ياكل يمشي يتكا، يبقى جالس باش داكشي كيهبط، لان كما قلت عندهم لي غوفلو جينيرالمون، كيكونوا عندهم لي غوفلو. يمكن الناس اللي ما عندهمش لا تاكسي ما عرفتش واش عندهم هاد المشاكل، ولكن اون توكا الناس اللي عندهم لا تاكسي راه عندهم هادشي. انت بان لك هادشي اللي قلت لك، هادشي فوالا كتمشي له للجهه الاخرى. دونك خصكم تردوا البال، يعني ما غاديش ياخذ بيسكوي قاصح، ما ياخذش داكشي، هذا داكشي يكون ربط رطب، نوقفوا ولكن الحاجه المهمه في هادشي كامل هو ماشي حيت واقع هادشي غادي نخليه فقط. الله يخليكم، هاد الفكره خصها تنسى، حيت هما واعيين وعارفين وفاهمين وكيكونوا عندهم عقل كبير، حيت قوه داك المرض كيكون كيوصلوا لواحد يعني الوعي كبير. داكشي علاش خصنا نكونوا حداهم ونشوفوا معاهم. ماشي ساهل هادشي اللي كنقول، ولكن خصنا نديرو هذاك الواجب ديالنا. ربي سخرنا لهاد الاطفال، دونك خصنا نديرو المهمه ديالنا على احسن وجه. اذا كما قلت الفكره هو انه انا اليوم ما غنعطيكمش جميع الحلول، انا اللي بغيتكم تخرجوا تقولوا مع راسكم ايه بصح هادشي كيوقع لولدي وما عمري ما فكرت بان كاين حل. انا حيت الطبيب اللي غتمشي له غيقول لك هاك الدواء سير الله يعاونك، ما غاديش ما واخا تشرحوا يقول لك ويه هادشي كيوقع حيت مريض بهذا المرض راه سي نورمال. لا سي با نورمال، كاين الحل. وان شاء الله ملي غادي تبداو تجيو للجمعيه، ملي تجيو راه هضرنا على هذه الفكره، يلا هضرنا عليها، انه ملي كتجي باش تشوف الطبيب حنا خصنا نحاولوا نديروا معاكم انك ملي تجي تشوف الطبيب تشوف البسيكولوج وتشوف الاورتوفونيس وتشوف العاده وتمشي بتوصيات. شنو غندير مع هذا الولد؟ ها شنو وقع لي معاه في الشهر اللي فات ولا في الشهرين اللي فات؟ شنو خصني ندير باش ما يبقاش يوقع له هاد المشاكل هاد. انا جافونس ومن بعد وهي تجي اكيلا ماشي مشكل، افونسي بشويه واحد. اذا هضرنا على التغذيه. واش عندكم شي سؤال بالنسبه لهاد؟ حنا نهضروا على التغذيه، شنو كياكلوا وليداتكم، واش كياكلوا مزيان، واش بانوا لكم ملي غادي تجيو لوبيتال باش ديروا الدواء ديالكم. الله يخليكم، نتوما طلبوا من الطبيب انه يعبروا يشوف الطول ويشوف الوزن، يقول لك نتوما. حيت علاش هاد الامراض اللي كيكونوا هكا صعاب كيولي يبان لنا داكشي تناوي، كتقول يا ربي غير ما يمرضش، ما طلعلوش سخانه، ما يردش، ما يديرش، كيولي يبان لنا داكشي ديال التغذيه وديال واش يجلس واش غيقرا واش، كيولي تناوي، وهو راه ماشي تناوي، لان هذاك الطفل راه عنده احتياجات، راه كاين عنده احتياج. دونك نتوما تجيو حنايا، راه غنحاولوا في 3 شهور الجايه نخدموا على هذا الشيء اللي قلت لكم ديال ملي تجيو تشوفوا الاورتوفونيس وتشوفوا هذا وتشوفوا هذا، ولكن حتى نتوما طلبوه. حتى نتوما ملي تجي هذه الخطره تشوف الطبيب قول له بالنسبه ملي كان ينوكلو كيرد ملي كاين هذا، ما تهضرولوش على السخانه. دابا هي راه فاهمه المشكل اللي عندها، شي دابا هي الصباح تقول لك ما نقدرش. هي دابا حيت دابا هما ملي غادي هي دابا عارفه غتحفظ ما عدتها وحافظه الجسم ديالها، دونك هي راه عارفه شنو خصها. ولكن من وراء ولات مزيانه الحمد لله. زين
الحمد لله. اذا هذاك بالنسبه للتغذيه غادي غنشوفوا مختص التغذيه اللي غادي نجيبو لكم لهنايا. انتم حاولوا النهار اللي غادي تجيبوا الطفل ديالكم يكون عندكم الوقت باش دوزوا يعني لا فيزيت ديال الطبيب، ومراها غادي تشوفوا متعدد الاختصاصات. ندوز عند مول التغذيه نقول له هذا الشهر واخا ما عندكش مشكل، واخا ما وقعش مشكل هذاك الشهر، غادي غير يوزنها ويشوف الطول ديالها وفين هذا، ويزيدك دي كومبليمون، يقدر يعطيك دي فيتامين، يقدر يقول لك زيد له هذه نقص هذه، واخا ما كاينش دار له دوسي. غندوز عند الاورثوفونيست راه شنو وقع ليه وشنو وقع ليه. الكيني غدير الا كان هي اللي غتشوف المختصه واش خاص حركات يداروا، واش خاص هذا، واش خاص هذا، وغادي يدير. مي طالبوا بهذا الشيء باش حتى حنا نزربوا في داك الشيء باش نديروا، حتى حنا نتزيروا باش نديروا، حيت مهم للاطفال. عندنا المعالجه النوض اللي هي الاورثوفونيس. كنظن بالنسبه لي مالادي يعني اللي عندهم ديفيسيت ايمونيتير لي زوتر مالادي ما عندهمش هذا المشكل ديال 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 ان كتهبط كي بافي وهذا فوالا كي الريوغ والهضره ثقيله وداكشي، ولكن لا تاكسي شويه شويه، ولكن لا تاكسي عندهم اه بيان سور لا تاكسي عندها لا. الوغ باش نشرح لك مزيان، حيت انا هاد الموضوع كنعرفو مزيان، حيت بنتي عندها 20 عام دونك يعني عارفه. دابا بنتك عندها شحال؟ 8 سنين. هي ماشي هي الفكره في راسها راه مقاده. الله يخليكم، هاد القضيه بغيت ندوز لكم مزيان. الاطفال اللي عندهم لا تاكسيتي لونجيكيازي ما عندهمش تاخر في الدماغ ديالهم. حيدوا هادشي باش نتفاهموا، لا باش نتفاهموا، حيت كاين اللي كيشوفهم في لاشيز ويقول لك عنده ولا العائله ولا داك الهضره وداك الشيء، ما عندهمش تاخر. لا ما كايناش زيرو. اي باش نتفاهموا، النطق ثقيل. هذيك تقدر ترى لشي واحد، كاين ناس عاديين وعندهم هذا المشكل. صعيب عليها. انا نقولك علاش. دابا واش كتريق؟ كتريق. حنا الثقال غتبقى ثقيله في الهضره، ولكن غادي تولي مفهومه، حيت المشكل اللي كيكون في الاول ما كتكون الهضره ثقيله وما مفهوماش، تقدر يمكن غير انت اللي تفهميها، حدا اخر ملي غيسمع ما يفهمهاش. وداك الشيء علاش في المدرسه كيبدا يقول لك واه ما مفهومش واه هذا، واكثريه ملي ما مازال كتكتب شويه اكثريه ملي ما غتبقاش تكتب خصها يكتب لها شي واحد، ولا خصها شي اورديناتور سبيسيال بواحد الكلافيي سبيسيال. كلشي عنده حلول، كونوا مفاهمين، راه كلشي عنده حلول، راهم قراو وخداو الدكتوره باش نكونوا مفاهمين. باش ما تبقاش تقول كيفاش غندير، وغتلصقي في هذيك المدرسه وغتلصقي في هذاك الاستاذ وغتصدعيهم وغتريبي عليهم داك المدرسه وقول له انا بنتي غتدخل تقرا سالينا، هادشي اللي غديري. اضطروا هما كيديوها شي طالب اساسي كيديوها برافو عليك صافي فوالا، وغادي ديري من بعد. انت عندك حق، انا نقول لك الحق اللي عندك، الحق خصهم يعطيوك اللي كنسميوها المرافقه اوكسيليير دو في. لا خاص الدوله تخلصها لك، حنا جايين هادشي راه غايجي اي بلاتي. لا كاينه المرافقه، حيت غايقول لك جيبي انت المرافقه، انت ما يمكنش تخلصي المرافقه. انت واش في البيبليك ولا في بريفي؟ بيبليك خصهم يجيبوا لك مرافقه، هذاك حق. دونك هادشي غنوصلوا له، داكشي علاش بغيت نقول لكم كاين الحلول. دابا خص غير ما ضاع حق وراءه طالب، هادشي اللي كاين. لا راه كاين هادشي. ودابا بحال دابا انا نعطيك، انا بنتي دابا في الجامعه كتقرا، دابا نجحت راه في الدوزيام اني، العام الجاي عندها الليسونس. دابا هي ملي دخلت النهار الاول قال لك هو كيفاش غنديروا ويكويك الكتابه هذا النقيل، حيت الا كتب لها شي واحد بحال اللي كتنقل. جلسنا شرحنا راه ما كتنقلش، راه هكا كيفاش هي غتقول، غادي دير لها واحد اللي غادي يكتب لها، غيكتب لها داكشي اللي كتقول باش هذا، ولا دوزوا لها لورال اللي بغيتو. بقينا هكاك دونك فهموا، الاستاذ واحد فهم واحد ما فهمش،
ماشي مشكل، حنا كما قال الاخر البال طويل ما كاين حتى مشكل. من بعد شنو وقع؟ من بعد بحال اللي ولات هذيك القضيه ديال انني نجيب، ولات شي حاجه اللي هضروا عليها بزاف الناس. وشنو داروا هذا العام؟ داروا واحد، جابوا لي زيتوديون، جابوا داك الطلبه اللي كبر وقالوا لهم واش نتوما تقدروا تكونوا تطوعوا، فهمتي؟ تطوعوا باش ترافقوا هاد الناس اللي هما جو بونس عندهم شي 10 ديال، ماشي لا طاكسي، لا طاكسي كاين هذا ما دوتغ هذا اللي كاينين، وجابوهم وهذا. ودابا اليوم كيدوزوا الامتحانات بسلاسه، كاين حتى مشكل، كيجيو كيجي المرافق وكيكتب وكيدير، فهمتي؟ يعني غير ما تقولش لا راه ما يمكنش، راه يمكن. باش نرجعوا للنطق خاصهم الوغ لوكتوفونيس، انا جو بارل سو لو كونترول ديال الهرموني، خاص يكونوا في الاول، خاص يكونوا تمارين كيداروا، ونمشي بعد من هذا الشيء. خاص التمارين يداروا يعني الاسره ولا الام اللي خاصها توري التمارين. بحال دابا انا نقول لك لوكا ديال بنتي انا، في الاول درت التمارين عند خلصتهم عند هذاك ما دار والو، من بعد لوكتوفونيش قالت لي خاصك ديري لها الطوني، تبقى دير بواحد لاباي، كتبقى كدير لاباي وكتبقى هاد البلاصه هادي كتمسكله. ملي كتمسكله هاد البلاصه ما كيبقاش ريوب، وما والهضره كتولي كتخرج مقاده. برافو عليك. مزيان هادشي، مزيان. كنقلب في اييه فوالا الحمد لله ريوب نقصوا شويه، مزيان هادشي. بحال اللي كيترخى كيكون مرخي، خصو بحال حيت راه عضله ميسكل، بحال الميسكل دونك خصو حتى هو يتخدم. خصو كل نهار، خاص كل نهار يعني خصو يخدم لا انا التعب راه غنهضروا عليه، التعب لا نعرفوا، لا ماشي ما عندهاش الرغبه. انا نقول لك، انا نعطيك واحد الصوره باش تفهموا، لان حتى انا كنت كنقول هادشي، كنقول ما يمكنش كيفاش البنت يلاه فاقت وهي نعسات 8 السوايع وعيانه. راه فهمت، راه هادشي مفهوم. واحد الطبيبه الله يجازيها بخير شرحات لي، قالت لي شتي دابا انت كتبغي تشربي، كتديري بحال هكا وتهزي الكاس وكديري بحال هكا وكتشربي، شنو الجهد اللي عطيتي في هذا؟ ما كتحسيش بيه. قالت لي هي راه ملي كتدير الكاس وكتهزو راه بحال اللي دارت ماراطون. ايوا دابا غير باش واحد يفهم التعب، علاش راه صعيب، راه ماشي ساهل، راهم صغار باغيين يلعبوا باغيين يديروا باغيين هذا، غير باش نفهموا وليداتنا بان داك التعب راه عادي، خصني نحتارمو. ما خصناش نقارنو براسنا، حيت حنا الا درناها بالسربه هو راه مسكين عنده مجهود باش كيدير هذاك. دونك غير بشويه حنا داك نحتارمو هذاك التعب، وغاتنعس تنعس. داكشي علاش خص يكون واحد اللقاء في الاول ديال العام مع المدرسه، اللي غادي نشرحوا للاساتذه، غنشرحوا للمدير وغنشرحوا للاساتذه ديالها كلهم، غادي نجمعهم وغنقولوا لهم ها المرض اللي عندها، وها شنو خصها، وها شنو كيوقع لها في وسط العام، وها شنو بغينا نديرو، وهذا مشروع ديالنا حنا كاملين بغينا ننجحوا فيه. راه الا ما درتيش هذا الشيء في وسط العام غيشوفها غيبات النهار الاول، غيبات النهار الثاني، غيقول لك علاش كيفاش، هو ما يمكنش. وكيفاش هذه وقع لي مشكل مع الاستاذه ديال الاربع مرات، هي كتهيك كتفوت
ما كتقدرش مسكينه راه ما كتقدرش. استاذه انا ما بقيتش عارفه واش كديرها بالهاني ولا لا ماشي كديرها بالعين كات هي لا ما دير لهاش لي زوغ بزاف لا ما دير لهاش لي زوغ بزاف ما دير لهاش سوايع بزاف خاص يكون عندها لاميناجمون يعني خاصها الناس كيقراو 6 سوايع خاصها تقرا 3 سوايع ياك عندك الشهاده انها مريضه بالمرض الفلان فلاني صافي غادي دي الشهاده دي الشهاده ل بونجور مارتين وقيله حداك باش تسبقي الترجميله مارتين بونجور vous pouvez vous mettre comme ça parce que moi je parle surtout pour traduire donc juste pour résumer Martine on a on parlait de tout ce qui est prise en charge paramédicale donc kiné orthophonie ergothérapeute etc psychologie et tout ça par rapport à au déficit immunitaire primitif. En particulier la T qui est quand même lourde, qui est une maladie très lourde avec, avec ce qui suit en termes de motricité et tout ça. Donc on a soulevé le premier volet, c'était l'alimentation. Donc l'importance de l'alimentation, comment gérer les fausses routes, comment gérer tout ça, et qu'il faut suivre le poids, il faut suivre parce qu'on voit qu'il y a un problème de croissance, etc. Et comment faire tout. L'objectif, ce n'est pas de donner des solutions, c'est juste une prise de conscience qu'il y a des solutions. Parce que là, on a partagé, il y a pas mal de problématiques comme ça, mais ils ne savaient pas qu'il y avait des solutions. Donc ça, c'est important. Et là, on est au deuxième volet de l'orthophonie. Et nous avons la chance d'avoir une orthophoniste avec nous, qui va pouvoir aussi apporter un plus par rapport à ça. Et on était en train de parler de la scolarité, de la problématique scolarité, parce que les enfants, ils ne sont pas comme ils s'absentent, etc. Il y a beaucoup de problématiques. Et j'étais en train de leur dire qu'il faut se battre, il faut arracher son droit. Personne ne va leur donner. Voilà, pour résumer. Donc, nous avons parlé de la question de notre part de l'orthophonie. كما قلت لكم غادي يكون ان جروب هنايا في لوبيتال نتوما ديروا يعني حاولوا لي تجي ندوز ولدي عند هادو كاملين هاد الاختصاصات ونقول المشاكل اللي عندي وهذا واش من مدينه انت دار البيضاء داكو وهذا الشيء ديال لا سكولاريتي حتى هو غنحاولوا نخدموا عليه نديروا بحال واحد لو غيد ديالك انك بحال دابا نقدر انا نعطيكم لو غيد بالنسبه لا تاكسي نقدر نعطيك فوالا ها ولدي شنو عنده ها شنو كيطلب وها انتيا كوم مدرسه شنو خصك ديري معايا تديوه في الولد العام مع لو سيرتيفيكا سي نورمال alors ما يقبلوش ما عندهمش الحق باش نكونوا مفاهمين ما يقبلوش ما عندهمش الحق و هو سي نورمال حيت هادشي سي نورمال هادشي سي نورمال غير حنا غادي نديرو غادي دير اتوجدوا داك سيرتيفيكا غنوجدوا داك الدليل غادي نعطيو لكم غادي تمشيو تقيدوا وليداتكم حنا دابا نهضروا بالنسبه للدخول المدرسي الجاي وقع لكم مشاكل ماشي مشكل عاودوا رجعوا عندنا حنا لاسوسياسيون غادي نشوفوا شنو هذا ولكن بالنسبه لبنتي انايا عندها تاخر في النوم من الجمعيه ديالهم اللي في ستاج قال لك هذا العام اللي كان داير واحد العمليه كانت فتحت المطوسي ديالنا بان راه ما غاتلتحقش وكتب لي الطبيب بان راه ما غاتلتحقش وهذا العام خاصها تلتحق مني قال لك لا هذه عموميه هذه جمعيه ديال من ذوي الاحتياجات الخاصه بلاتي علاش ما كتمشيش للمدرسه عموميه عادي بالنسبه للهضره ومتبعين نتوما شنو مدينه سطات وهاد الجمعيه اللي كاينه دابا ما بغاوش يقبلوها هاد العام قال لك لا حنايا راه في المشكل دابا غيوليو صحاب لامو هما اللي غيتسجلوا وتاهي
اما صحاب لا ميتيال سيروا قلبوا على بلادكم فين تخلصوا عليهم. غادي نشوفوا مع فاطمة الزهراء غادي دير لنا الناس بحال هكا المشكل اللي عندكم الجمعيه اللي عندك مجهود نحاولوا نديروا التدخلات ديالنا حتى حنا حيت حنا الهدف هو البنيته ما تبقاش جالسه في الدار لان تبقى جالسه في الدار نهار كامل ايوا وي سي نورمال سي نورمال خير ان شاء الله. اذا هضرنا قبيله على التغذيه داك المشكل ديال لي فوسغوت يعني ملي كيبلعوا في الجهه اللي ما خصهمش يبلعوا فيها وداك المشكل اللي كيوقع ديال الغفلو اللي كيوقع. اذا هاد الخدمه كدار مع لورتوفونيست دونك الاختصاصيه بالنطق حيت هي اللي كتقاد هاد لابارتي هادي كدير واحد التمارين اللي كيعاونوا انه ما كيبقاش هاد المشكل. وبالنسبه لهذاك الشيء اللي هضرنا عليه ديال التغذيه اللي خصو يكون صغير يكون فازق تكون الماكله وهما واقفين ما ينعسوش وداك الشيء هذاك الشيء بيان سور كيكون هذاك الشيء خصو يكون ولكن كاينين التمارين فوالا ما ديرش هكا فوالا ما ياكلوش هكا ما يطلعوش راسهم حيت ملي غتاكل يقدر يمشي في الجهه الاخرى فوالا الراس خصو يكون لتحت باش ما كيوقعش هذاك المشكل ديال الفوسغوت اللي صعيب. نقطه اخرى هو ربما بما انه هناك فما ارتفاع العضلات يجب ان يكون هذا هو الذي يبقى الفاضل من الكلام هذاك الشيء اللي كيبقى هنا خصكم اذا كان قدر يكون كان الانسان يجيب ويلقي الراس علاش ممكن شي ناس يجي ولا ما يمشيش مزيان في المخ ممكن شي ناس بوزيسيون داكشي يوسخ ليك الريه ديالو دونك هضرنا على الكلاس يكون بالنسبه لتناول الطعام عندنا بالنسبه للاباي وبالنسبه للقطع الصغيره يعني هذا وهذا الشيء اللي ان شاء الله ملي غتبداو اللي خاصهم لان دابا ملي غادي يجيو المره الاولى الاخصائيه غادي تشوف واش خاص يبقى دير هي التمارين معاكم ولا تعطيكم شي تمارين اللي نتوما ديروها في الدار من الاحسن يعني تخدموا مع وليداتكم كل نهار. ندوزو لابارتي ديال الكيني مي انا غنهضر يعني بصفه عامه وكاينه معنا الكيني ديالنا بيان سور اللي هي عارفه كل حاله كيفاش خاصها تدخل فيها غير هو لان انا عندي واحد واش عمركم فكرتوا ديروا ترويض لوليداتكم شنو كديروا؟ انا كنت كندير ديال النطق وديال الحس الحركي حركه كدير شحال كديريها؟ اي شحال من مره في الاسبوع شحال جوج مرات الاسبوع شمن مركز حدايا كدير ترويض الوغ غير بالنسبه للاخرين اللي ما كيديروش ترويض راه كاين دي سونتر كاينين حاليا حبسات الترويض لانه من حبسات من الجمعيه حبسوا ليها كلشي كانت كدير كلشي في الجمعيه دابا واحد الحل ديالكم نتوما الجمعيه ولكن كاينين واحد لي سونتر كاينين في كاع العمالات خاصكم غير تقلبوا كيكون في عيك هاي هاي السيده تشرح لنا هذا المركز اللي كتمشيو كتبقى فيه الاخصائي ديال التغذيه اخصائي ديال النوم اخصائي ديال التغذيه ان شاء الله تكون عندنا واحد العياده اللي غتكون اللي غتشوفوا فيها لا
الشق، كاين واحد اللي ساكن هنا في الشق، كاين واحد ايتابليسمون زوين في حتى من لا بايوثيرابي، لكن لي بايوثيرابي يعني كاين هيدروثيرابي، كاين الوليدات هادو اللي عندهم هذا المشكل ديال الترنح كيديروا التمويل ديالهم في الماء. وكنعرفوا بان التمويل في الماء عند الوليدات اللي عندهم لا تاكسيسيرابي، حنا دائما كنهضروا لا تاكسيسيرابي سيرابيلي، لا تاكسي دون ان كونتاكس لا تاكسي سيرابيلي، يعني هذاك الترنح كيولي عندي قليل في الماء. يعني ملي كنطلب من الوليد يدير لي هذاك لو موفمون هنا في لي بون ديال هادي، تيكون واحد تيكون دي سوسياسيون فهمتي، لا بوزيسيون دو بو حتى هي كتكون ديزيكيليبغ، كيكون لو بوليكون دو سوسبونطاسيون يعني الهاله اللي هو فيها يقدر يطيح على وجهه. ولكن ملي كنعملوا دوك التمارين في الماء، هذاك الضغط ديال الماء كيرجع لي لو موفمون بحال غيولي عادي، بحال مو نورمال، خرج من مو نورمال كيولي تيديرو بكل سهوله. يعني هذا المركز هذا زوين اللي كاين في العين الشق، نروح ندير عين الشق، نروح ندير سيدي عثمان كيتوجه له ويشوفه. هذا كونسلطاسيون ان شاء الله يبدا الدار بيان سور اتيك دو بينيفولا، نحاولوا كل واحد نرشدوا عليه، كل واحد غنقولوا له فين خصو يمشي، فين غادي يمشي، اما الساميه اما لهنا اما سيدي مومن، كاينين كاينين بزاف ديال الناس. فين كاينين نتوما في الدار البيضاء؟ قريب العين الشق، ايوا هاد السونتر هذا راه مزيان للوليد. كاين شارع برشيد، بالنسبة لنا من السمارت كاين واحد تابع للفصل الثاني، ولكن كتمشي خاصك راهم يديروا لا الآن لا وصلة النص، إن شاء الله إلا قطعتو بلا قوي ديال الجمعية إن شاء الله، يقدروا قلبوا يقول لك الوعد ديالك، يقول لك تسناي تنعيطو لك ومني كيعيطو لك، خصنا نتمناو إن شاء الله الجمعية تخلي تدخل. اصلا لا لا دابا هذا الشيء تدخل مع الوليد باش تشوف تقدر تعاون الدار شنو كتعرف شنو كيدير باش كيبقى بالك، حيت بعض المرات هي كتخرج وتخلي الولد في الداخل وما كتعرفاش كاع واش دارت الحصه ولا ما دارتهاش. دابا حنا هادشي اللي بغينا، فوالا فوالا، دابا حنا هادشي اللي بغينا، هادوك التمارين يعلمو لكم. تلقى الدكتور كيعطيك الوعد اللي تقدر دير ثلاث حصات في السيمانة، كيقول لك هي غير حصة في السيمانة، كيقول لك مرة في السيمانة. هادشي اللي عندنا حنا في حصة في السيمانة، شحال من دوسي، ولكن ما غاتعرفش شنو غاتخدم من ورا ديك الحصة في السيمانة، يعني تقدر دير قبالك ما عادش غدير معاها. فهمتك. إذا خصنا دابا كل دوسي نشوفوها على حدة باش نعرفو شنو غندير. تايه نفس المشكل خرجي لها هذا دابا غير مره في السيمانه وما لقيتش دابا حتى من الفلوس ما لقيناش دابا غير غير شهرين وتعلمتي منها راه ماشي صعيب وكتعلمي منها هذه احسن فكره. اقصد جيل الدار، اقصد جيل الدار. كاين الحلول، كاين الحلول، غادي نشوفوا على حسب كل كا، ولكن ديجا الناس اللي حداهم هاد لي سونتر يمشيو لهم، حيت كاين اللي حداه السونتر وما مشالوش. دونك ديجا حنايا هاد القضيه ان شاء الله كما قلتي ملي يجيو يشوفوك بوغ هذا غادي تعطيهم كل واحد فين ساكن ونحاولوا الا كان ديك الساعه مشكل نشوفوا كيفاش الجمعيه تدخل باش يكون ان شاء الله. بالنسبه للكيني فيها انا غادي نهضر غابيدو، ولكن كاينه الكيني معنا غير بالنسبه كاين هذاك الشيء القضيه ديال المشي وديال العظام، ولكن كاين القضيه ديال العضلات، وكما قالت الاخت فونيس العضلات الا ما تخدموش كيمشي. بالنسبه للتاكسي المهم كل ما تقدر تمشيها مشيها، لان انا حيت خصها بحال دابا بحال دابا غتوقفها بحال هكا وغادي تمشي، داك لو فيت انك تحرك رجليها راه كتقدر تمشى، العضلات كوميم كيخدموا، حيت المشكل ديالها هي الموسكل كيمشي كيغبر الا ما تخدمش راه كيغبر بحال اي واحد بحال اي واحد. اللي بعد بقات غالية ومتحسوش شي غير على الصبع ديال رجليها. يعني بقات درنا العملية ديال رجليها
باش تقدر تحط رجليها وهذا ما كيتتناوش خاصها تمشى خاصهم يخدموا بحال دابا الماكله بالنسبه لطاتي انا عارفه بان صعيب هذا ولكن نحط لها نخليها معليش واخا تلوح واخا يطيح داكشي في الارض واخا يطيح عليها ماشي مشكل المهم هو هذا عطيهم واخا ما بقاش كتكتب واخا ما بقاوش كيلونوا عطيه هذاك لي كريون عطيه لهذا يبقى خاص يتحرك هادشي خصو يتحرك هادشي خصو يتحرك الرجلين خصهم يتحركوا لان المشكل اللي كيوقع هو ملي كتحط هذاك الطفل كيبقى غير النهار كامل هو هذا راه صافي كيهبط تقدر تبقى جالسه بالسوايع وراه داكشي علاش خصك نتوما نوضوها واخا ما تبغيش غادي دوز هذا نوضها نمشيها نقبط فيها بحال هكا ونمشي نمشي نمشي ونعاود نرجع خصها تمشي سينو كيمشيو لهذا وعاد عندنا هادشي غتهضر غتشوفوا معكم كاين ان شاء الله ملي غادي تجيبوا لي داتكم راه غتشوف معكم هاد القضيه ديال لي نوت وغتشوف معكم وكاينه القضيه ديال التنفس بيان سور لان الخطرات ملي كتعمر لينا بالنسبه للطاكسي راه كيعمر الصدر خصو يتخوى دي فوا ما كيتخواش صعيب كيدوزوا واحد الوقت كيعمر بزاف ما كيبغيش يخوى كاع واخا تعطي لونتيبيوتيك واخا كتعطي واخا انا ما خصنيش نقولها لكم واحد النهار درت البصله هي باش خرجنا ما خصنيش نقولها لكم ما ديروهاش ولكن يعني ما خلينا ما درنا في الاخر داكشي لصق دونك الكينه هذا في الاخر درنا البصله الحمراء ايوا كل شيء خرج وما ديروهاش انا ماشي على حسابي غير بالنسبه لهذا ما خصش يعمر الصدر الهدف هو ما يعمرش غير كتحس انه بدا كيعمر خصو يخوى لان ملي كيعمر هي تقول لكم الكينيز تري كومبليكي انت عانيتي من هذا المشكل درتي البصله ايوا صافي انت فرقت البصله بحالي كلهم alors justement il faut pas laisser s'installer parce que le problème c'est que ça commence et après quand ça s'installe c'est très compliqué donc elle commence voilà donc je pense que c'est une problématique بحال دابا ديجا الكحبه ولا ملي كتجي كتنفس صعيب هي الكحبه ديالها غتكون عامه كتحس بها بحال دابا كتبدا حيت هو جينيرالمون بحال دابا ما عرفتش نتوما وليداتكم مي انا جينيرالمون شنو كيوقع كتسد النيف كتشوف النيف تسد دونك هذاك النيف مخنوقه فوالا الوغ شنو خصي دير ملي كتشوف النيف هذا خصو يتسرح النيف ان الا خليتي النيف كيهبط داك الشيء هذا وكيتاسطالا ياك دونك خص غير يكون الواحد يحضي باش بلا ما يوصل داك هذا مي هاد النصائح كلهم ان شاء الله غادي تعطي لكم الكينه ديالنا ان شاء الله ملي غادي تجيو عندنا ان زدت واحد اذا هضرنا على التغذيه وهضرنا على لورتوفوني وهضرنا على الكيني وكاينه واحد لا سبيسياليتي اخرى سميتها ليرغوثيرابيوت هذه شنو هي ليرغوثيرابيوت نقدروا ما كاينينش بزاف في المغرب ما عرفتش ولاو كاينين ولاو دونك جديد هاد لي غوتابيت شنو ان توكا انا ملي كنت مشيت عندها شنو كان الهدف ديالي هي تشوف شنو الطفل شنو عنده شنو كيقدر يدير ياك شنو كيقدر يدير في لو ميليو ديالو في الدار كيفاش غادي ندير ادابتي انا داكشي اللي كيقدر يدير هذا هو هذا لا بالنسبه فين كينعس ولا فين كيجلس ولا فين كياكل ولا فين كيغسل حتى الحمام ولا فين هذا وهذا الشيء غير باش كنسهل انه اكثريه بالنسبه اللي عندهم ما شفتش اللي عندهم الكرسي متحرك لا شيز الكتريك
واش انت باغي لاشيز الكتريك ولا هو خصو يبقى في لاشيز بحال هكاك ولا ما فكرتيش فيها؟ ما فكرتيش فيها حيت ويعني باش يتنقل كتنقلو انت ياك تنقلو انت ضروري اه حيت هذا كنا درنا واحد لا ليست بالنسبه للاحتياجات ديالنا ديال الاطفال حيت علاش لا شيز الكتريك مزيانه حيت كيولي هو كيتحكم في يعني في راسو يقدر يخرج يقدر يجي يقدر هذا وكتجي واحد الاحساس ديال كنثق في راسي وتا انا راه قادر ندير شحال من حاجه وهذا لا هذاك الشيء علاش انا هدرت على لا شيز الكتريك الا كان غتقولوا لفاطمة الزهراء الاحتياج وغادي نشوفوا كاينين جمعيات برا كاينين جمعيات هنا كاينين اللي يقدروا يصيفطوا لنا يعطيو لنا دونك غير يكون غير بالنسبه لهاد لاشيز الكتريك انا في الاول ما كنتش با كنقول انا نتحكم في لاشيز كنخاف كنقول تشد لاشيز ماشي ما عرفت تمشي بها هذا ولكن ها لا 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 ولكن ملي ركبت في لاشيز الكتريك هي براسها حست بواحد الثقه في النفس فهمتي كيفاش هي ولات وتيديها ولات تحركهم ولات كتحرك يديها تمشي لهنا تجي لواخا الدار ضيقه ولكن المهم راه كتمشي كتجي وبعد الخاص كتقول لك نخرج بها للزنقه في الطروطوار نمشي للحانوت نجي شتي يعني هادشي علاش انا ما كنقول لكمش غدا غنجيب لكم لي شيز لا غير كنقول فكروا فيها وديروا غادي فاطمه الزهراء غادي تجمع الطلبات وغادي نشوفوا كاينين جمعيات برا اللي يقدروا يجيبوهم لنا وبالنسبه للطاكسي بالذات كنظن بانها واحد الوقت خاص بالذات تكون الشيز الكتريك خاصها تكون لان وخاص في الدار يكون واحد يكون نحاولوا نادابتيو واخا تكون الدار ضيقه نحاولوا الحمام نهرسوه نديرو فيه طواليت اللي تقدر تدخل لها لا شيز الكتريك هادشي لي روغوتيرابوت اللي قلت لكم غادي تقول لكم هادشي نضحيو واخا تكون طواليت وحده نضحيو حاولوا نخليو داك الكرسي باش يدخل باش حيت البنت ولا الولد ملي غيكبر غادي يبغي يبقى يدخل بوحدو للطواليت ومهم باش يدخل بوحدو للطواليت لان كتعطي واحد الثقه في النفس دونك نضحيو حنا شويه في ديورنا ما عندنا ما نديرو بالضياف عندنا ما نديرو بالعائله دبر راسهم نقبط الصالون نقسمو نديرو هنايا صافي عندي واحد الهدف عندي ولدي ولا بنتي مريض هو البريوريتي ديالي اللي بغى يجي يجلس معايا في البيت ديالي هو هذاك ما بغاش الله يهني ما عندي ما ندير غادي نقاد انا مسائلي على حسب انا شنو خصني انا بنتي ولا ولدي يكون مرتاح واللي ما بغاش يجي له لا يجيب باباه وهذا الشيء بغيت نقول لك يعني دابا الكرسي دابا الكرسي من غير انه غادي هذا كاين واحد غادي يزيد لها الثقه في نفسها تقول انا راه قاده نسوق بوحدي قاده ندير بوحدي بعد دونك غناخذوا الطلبات وغادي نشوفوا ان شاء الله نتصل كاينه جمعيه في فرنسا اللي قالت لي شنو زعما شنو اللي خاص بالنسبه لهذا الشيء ونعطيوهم الطلب ساشون كو راه ولاو موجودين ولاو رخاصوا على اللي كانوا راه كانوا كيفوتوا 10 مليون 5 مليون هذا دابا راه رخاص دونك نقدروا نشوفوهم بالنسبه للوليدات بالنسبه للرجع هضرنا على التعب انا كتبته لان الدراري كيعياو لان كما فسرنا ماشي لخاطرهم دونك نمشيو حنا على الريتم ديالهم حنا باغيين سي نورمال الاباء كيبغيو يسهروا كيبغيو يديروا يخرجوا يسافروا يمشيو ويدير هذا ما يمكنش انا بنتي نبقى بها النهار كامل في الزنقه راه ما يمكنش صافي هذا الشيء اللي عطى الله يعني خصنا نتقبلوا هذه الفكره نتقبلوا ان وليدنا كيعياو بان ما يقدروش بان خصني انا نتادابطا معاهم نحاول ناخذ واحد الوقت ليلي بوحدي نشوف شي حد اللي كنثق فيه يا اختي يا هذا اللي نقدر نخلي معاه بنتي ولا ولدي وندير واحد الوقت بوحدي اللي انا نقدر ندير شي حوايج اللي ما كيديرهمش معايا ولدي وما نديرش معايا بنتي ولكن باش نجر ولدي ولا بنتي وندي معايا النهار كامل وانا كندور عند الناس وانا داخله خارجه والتقضيه وهذا راه ما يمكنش لان مساكن كيتهلكوا وكيعياو
وما كنعاونوهمش وهذا. وهذا الشيء اللي كنقول بالنسبه للدار التضحيه اللي غادي يديروا الاباء. كاين المدرسه، المدرسه خصهم يفهموا هذا الشيء. نهار الاول غادي نمشي غادي نفسر لهم نقول لهم شوف غتحط راسها في الطبله حيت عيات. انا ما يمكنليش البنت ما يمكنلاش من 8 الصباح حتى 4 العشيه وهي في قيصم، راه ما يمكنش، راه شي خيالي، راه ما يمكنش. الماكله واش غادي تاكل؟ غادي لا ساندويتش في جيبها غتاكلو في المدرسه؟ راه ما يمكنش. زعما باش كل واحد واقعي ويحاول يدير كاع الوسائل باش هاد، حيت حنا الغرض ديالنا هو الطفل يكون مزيان ويكون عاجبو الحال ويكون فرحان ويقرا ويوصل ويدير شحال من حاجه. دونك باش نديرو هاد الشيء خصنا نضحيو، ما عندنا ما نديرو خصنا نضحيو. وقت الراحه ديالهم لا سياس خصهم يديروه، خصها دير لا سياس، الليل خصها تنعس، ما كاينش الصغير ما كاينش شي بك. هيك كتبغيس غادي يكون يمكن لو كوتي بسيكولوجيك، غتكون يمكن عندها شي خلعه، يمكن عندها شي حاجه، يمكن شي حاجه تقالت لها في المدرسه، يمكن شي حوايج. هذا اللي كنأكد عليه هما انهم كيفهموا كل شيء وكيعرفوا كل شيء وكيحسوا بكل شيء. يعني نردوا البال اش كنقولوا، نردوا البال مع الخوت الاخرين، نردوا البال اش كيقولوا الخوت الاخرين، واش كيديروا الخوت الاخرين، ونردوا البال مع العائله اش كتقول، ونردوا البال مع هادشي، نحميو الاطفال ديالنا لان حتى هما داكشي كيخدم عليهم. حيت الشيء اللي فاهم هو اللي في المشكل، شي كون كانوا اطفال ما فاهمينش دابا هما فاهمين. كدور حداهم في هضره اتاثر فيها، تقول الاستاذه شافت فيا شي شوفه، كضرهم في خاطرهم، كاين بزاف د الحوايج. داكشي علاش نردوا البال، لان ربي عطاهم العقل وعطاهم التفكير، وصحيحه ناقصه شويه صعيبه، صعب من هذاك اللي عنده ما عنده لا عقل، هذا راه صعب. لان كاين واحد كما كنقولوا حنا فرستراسيون، داك الجهه ديال الواحد، داك الغبينه ديال انني دابا هي راه في المدرسه تلقاها في القسم هي فاهمه وباغا تكتب، ولكن ما عندهاش كيفاش دير، وهذيك الاستاذه مكلخه كتشوف فيها كتقول لك علاش حاطه راسها فوق الطبله. و هو قول لها الله يعطيك اللي عندي. هو دونك بنيتها يعني دائما مريضه هي، راه ماشي تقداته. واش ودابا هاد البنيته هادي مسكينه تسمع هاد الهضره وتجي للدار، كيفاش بغيتيها تنعس؟ كيفاش بغيتيها تكون؟ كيفاش بغيتي نفسيتها تكون؟ كيفاش يعني لا كيفهموا هذا الشيء. بغيت نقول لك يعطيك شي استاذ يكون عنده لا باسيونس مع لي زون، خاصه ما تريسوش ما تمركش بلاش. بلاش بلاش لا لا بيان سور كيفهموا. داكشي علاش كاين واحد الضغط نفسي، وداكشي علاش حنا البسيكولوج معانا حتى هي غادي تشوف معكم هاد لو كوتي هذا، لان مهم. البسيكولوج غتشوف معكم بالنسبه لو كوتي ديالكم نتوما كاباء تقبلوا المرض ديال ولادكم، لان حتى هادشي ما ساهلش. علاش انا، وعلاش انا اللي عندي هاد الولد مريض، وكيفاش انا، وكيفاش غادي ندير، وكيفاش انا، وداكشي علاش من حنا مسلمين وكنامنوا كلشي، ولكن ما نكذبوش على راسنا. كلنا دوزنا هاد الشيء اللي كان لي هذا، قلت مع راسي قلت مانيش درت انا، علاش انا جاني، علاش باش نكونوا واقعيين. لا الحمد لله بيان سور كنحدو، ولكن هاد الشيء كيجي، هاد الشيء كيجي واحد الساعه كي صافي بنادم كيقول انا ما عادش غندير هذا. هادشي سي نورمال. داكشي علاش الواحد خصو مره ما فيها باس يتنفس، ما فيها باش يمشي يدير شي حاجه بوحدو. انا بوحدي غنخلي نشوف بنتي شي حد كنثق فيه وغنخليه، ولا الاب والام يتناوبوا، نمشي انا نتنفس، نمشي حتى الاب يتنفس، لان ماشي ساهل داكشي ديال كل نهار، ماشي ساهل كل نهار. وعاد زيد مع بنادم مواعيش، وكتلاقى شي بنادم مكلخ، وكتبقى تفسر. وواحد الحاجه مهمه ما عرفت واش بسيكولوجيكمون بارلو هذا، ولكن انا ما شغل حتى واحد فيكم، حتى واحد ما عنده الحق يسولكم، ما شغلكمش. ما صافي من السيده اللي كدير لها التربيه من كتبكي كتقول لي اوه فانا بزاف عليا نقي جبالي، قلت لها كنعطيك الفلوس نهار الاول عرفتي المشكل ديالك، كنزيد نتاثر اكثر. لا هادشي شوف هادشي سي نورمال، حيت حنايا في واحد المجتمع اللي شويه واحد المجتمع في شكل
يعني كل شيء بنادم خلاق خصو يكبر خصو يقرا مزيان خصو ياخذ الباك خصو يخدم خصو يتزوج خصو يولد وبني خصو يولد وليد وبنيته يجي داك الشيء هذا وخصو هذوك الوليد بنيته يكونوا زوينين وخصنا هذا وخصنا نزوجهم وخصو هذا يعني كاين واحد الطريق هذا الشيء كل شيء خصو يدوز من هذا الطريق بحال خصنا ندوزو ملي انت ما كدوش من هذا الطريق كيبداو يشوفوا ايوا كيفاش وكيفاش وعلاش وشنو ما شغلت واحد فيك لان حتى واحد ما غايجي يعاونك وحتى واحد ما غيهز معاك وحتى واحد ما كيجلس معاك يفكر في داك الولد كتقول مع راسك النهار اللي ما غنكونش كي غتكون هاد البنت ولا كي غنكون حتى واحد دونك كلشي يدخل في سوق راسو كاين الاختصاصيين كاين لا بسيكولوج كاين الناس الاختصاصيين اللي غادي يجيو يعاونوني ما هذاك اللي غيبقى يخبر عليا بالتخربيق ما عندي ما ندير به اها هاد يرتاح عاد تبدا بالنسبه للتجربه ديالك انت شنو قلتي كيسد قال لك واحد شي كيني سد كيسد له عينو مسكينه كتخلع كتبدا تغوت مسكينه لا هذا الشيء اللي هضرنا عليه قبيله ديال ان احنا غادي نديروا لكم داك لو غيد داك الدليل وخاص يكون هاد الدليل باش ملي انت تمشي وانتوما تكونوا عارفين وانا غنمشي عند اختصاصي وملي ندخل ونشوف داكشي ماشي هو هذاك من حقي نهضر وكما قالت السيده قبيله واحد الحاجه مهمه لان هادو امراض اللي كيكونوا معنا حياتنا كلها ووليداتنا معنا خصنا حنا كنوليو اختصاصيين حنا كنوليو اختصاصي فوالا هذا هو الحل خاصك تتعلم بيان سور ما غتقدرش دير كل شيء ولكن كاينين شي تمارين اللي تقدر ديرهم في الدار وتشاركوا في بزاف د الحوايج في الدار اللي يقدر يديرهم مي حنا كما قلنا طوطالو عندنا فاطمه جرا اسيستون سوسيال معنا عندنا الكيني عندنا لابسيكولوج عندنا ان شاء الله لوغتوفوليس عندنا دونك حنا ان شاء الله الدواء اللي في كينا المشكل ديالو يعني مثلا يكون عند روحهم بالنسبه لهاد الناس اللي عندهم هاد المرضين بوحدهم يديروا مثلا دي سيونس دو ثيرابي جروبي عندك صح كل فيكتيف مثلا عند واحد عندك صح
ويكون ا ديستونس داكشي مثلا نقدروا نديرو نقدروا نديروها نقدروا نديروها حيت سي فري كو هاد لا تاكسي هي اللي ثقيله ثقيله في 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 لا باراميديكال ديالها مع الامراض الاخرين شويه مهم يعني البروبليم د لا تاكسي كتقاس كتقاس لا موتريسيتي يعني كيكون فيها لا شيز وكيكون فيها هذا وكيكون فيها التعب كثير وكيكون يعني ثقيله ماشي بحال الاخرين كيديروا لي زيموغلوبولين صافا راه يقدروا يقدروا يمشيو يجيو الاخر اخر حاجه اللي غنختم بها هي بالنسبه ل الانشطه الاجتماعيه علاش هضرت عليها حنا شنو بغينا حنا بغينا وليداتنا يكونوا ناشطين هذا هو زافي حنا هادشي اللي بغينا نوصلوا له باش يكونوا ناشطين بيان سور الصحه ديالهم خصها تكون مزيانه ولكن خصنا نشاركوه خصهم يشاركوا معنا في بزاف د الحوايج بنتي تدخل معايا الكوزينه نوريها دير شي حوايج على حسب داكشي اللي نقدر ندير داكشي ولدي ندير معاه واخا هو عيان واخا ما فيش مشهده راه سي فري كو المدرسه كتلعب دور وكان زعما الا كان ميسره المدرسه لكل شيء سي فري كو بالنسبه للتمارين الرياضيه اللي غادي يديروا الا كانوا ادابتي كتلعب دور ولكن حتى حنايا ما فيها باس نشاركوهم في كل شيء ديالنا على قد صحتهم على قد داكشي اللي غادي نديروا ما نخليهمش دو كوتي الا كنت يعني معروضه شي حاجه شي بلاصه زوينه اللي غادي تعجبها نديها ما قبلوها ليش ما نعاودش نمشي عندك الناس انا واقيلا غندابزكم مع الا تكون كلهم باش اللي بغيت نخرج يعني لا كونكلوزيون اللي غنقول انا باش نختم هو فينالمون ربي عطانا هاد الملائكه وعطاهم لنا وعطانا امانه وسبحان الله هذيك الامانه نهزوها ونحاولوا يعني نديروا داكشي اللي علينا وكاع داكشي اللي عليا انا ندير والكمال على الله وان شاء الله ملي يكون الواحد عنده النيه كيقول مع راسو انا نيتي بانني هاد البنيته ولا هاد الوليد اللي ربي سخر لي علاش عطاه لي انا بوحدي ما عطاهش لوحدين اخرين فيها حكمه اذا سخروا لي ربي وعطاه لي باش انا شي حاجه تما عندي شي هدف في الحياه عندي اون ميسيون عندي مهمه عندي واحد المهمه غنقضيها باحسن وجه وان شاء الله غنكون فرحانه بها وغتشوفوا النتيجه غير النيه ديروا النيه اللي قال سي رغراك ديروا النيه وان شاء الله هذا حنا اللي كنوعدكم واكثريه بالنسبه لا تاكسي لان شي حاجه اللي كتقيسني بزاف وشي حاجه اللي ثقيله وانا عارفه شنو هي اللي بغى يتكلم اللي بغى يهضر اللي بغى يسول اللي بغى هذا ما كاين حتى مشكل مرحبا بكم اللي غادي نديرو اللي قالت لاكيني ديالنا فكره ممتازه هو انهم اللي غادي تجيو تشوفوا الطبيب غتشوفوا هادو كاملين غادي نشوفوا الناس اللي غادي يشوفوا معكم اللي غادي يتبعوكم وغادي يولي واحد التتبع ماشي غير طبي ولكن تتبع نفسي اجتماعي يعني داك المسائل اللي خص الجمعيه دير الدور ديالها لان دور الجمعيه راه هو هذا جمعيه ما هي وزاره ما هي هذا جمعيه خصها دير هذا هو الدور ديالها اللي غديرها اللي غنطلب منكم اخر ما نطلبكم هو انكم هذا زعموا غوتوا قولوا بغينا وخصنا وحلموا فوالا حلموا منين نشوف بانه شي حاجه ماشي هي هذيك ما نقولش لا هو من هنا ولا من هنا جوج سيمانات صافي غيداوي راسو براسو كاين مشكل نتعلم انني نمشي نحلو داك الساعه حتى حنا كتسهل ديبريسيون من بدات هذه جوج سيمانات ماشي هي ديبريسيون كل شهر فلاكيني اوسي الوقت غير محاسب بالصحه دونك ملي بان ليا مشكل نمشي نحلو داك الساعه ما نسناش نقول بلاتي سيمانه بلاتي جوج سيمانه بلاتي شهر وما نقولش لا راه واحد عنده مرض صعيب هاد الشيء راه داخل في المرض ما عليش لا من نردوش كل شيء عادي ما كياكلش عادي ما كيكبرش عادي ما كاينش عادي لان كاينين اطفال اللي عندهم نفس المرض وكبروا وكاينين اطفال اللي عندهم نفس المرض ووصلوا يعني علاش انا ولدي ولا بنتي ما قدروش اذا شي حاجه تما يمكن انا شي حاجه ما كنديرهاش شنو مقصره معايا هاد الجمعيه شنو ما كديرليش غنمشي نصدعها
مشي عند فاطمه الزهراء نبدا نغوت ندير فهمتي يعني غادي ندخل في داك هذا فوالا دونك كنظن انا بركه هضرت بزاف 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 ما حتى واحد تقدي مي فوالا دونك نتمنوا خير لوليداتنا وان شاء الله الله يشافيهم جميعا ونديروا اللي علينا والكمال على الله Donc, on est en kiné respiratoire, on est devant une intervention de kiné. Bien sûr, on a deux volets. Volet de kiné respiratoire, et volet de rééducation fonctionnelle. Maintenant, on a essayé d'élaborer le petit guide, Inch'Allah, après, un petit guide pratique pour les enfants qui présentent une dilatation de bronches associée à une dyskinésie ciliaire. Chez un enfant qui présente un déficit immunitaire, chez de grands enfants. Non, Brina Louli dit Louli indépendant. On vise vers une optique d'autonomisation. يعني هذاك الوليد إلا كان تيسكن مثلا في شي بلاصه بعيده مثلا و إلا با لي مويان مثلا باش يجي بور فير اون سيونس دو كيني ريسبيراتوار كيكون عنده لو غيد براتيك ديالو إلا إكزارس كيتبع لي تكنيك اللي حنا ديجا عملناهم في لا سيونس ديالو و بيان سور شاك سيونس كتكون متبوعه بإن إدوكاسيون ثيرابيتيك لونفون بيان سور أ بارتيغ دو لاج دو 5 أون حيت هنا فين كيبدا عندي لي بسيكوموتور دو لونفون و لي بارون حتى هما خاصهم حتى هما يدخلوا ويكونوا مسؤولين على ديك الوليد ونعطيو هاد لو كيت براتيك اللي يبقى معاه وهنا عندنا اون انترفونسيون ديال واحد البطل معنا هنايا ادم كي بارتيسيبي فهمتي ويبقى عنده هاد لو كيت براتيك ديالو كيعرف راسو شنو تيدير حتى لو كان الا مشى بور فير اون سيونس دو كيني ريسبيراتوار مثلا عارف شنو غايدير له لو كيني وعارف شنو يقدر هو يرشدو يقول له لا درتي لي هادي عافاك زيدني هادي انا كنعرف كيفاش كيكون على درايه وحتى لي بارون كيكونوا على درايه ونتمنى يكون هذا ليكزامبل اوكا ديال لا تاكسي تيلانجيكتازي ان شاء الله كلنا نخدموا عليها بحول الله ان شاء الله ونحضروا الحصه الافتتاح. عندي واحد لاسونسيبيزاسيون بالنسبه للباسيون كاع اللي عندهم ديفيزيت كوغنيتيف باش يعرفوا اشنو هي لاليمونتاسيون. اشنو هي فريمون شيرشي في تو سكي اليمونتاسيون. قلب مزيان اليمونتاسيون دونك اليمونتاسيون راه مقصود بزاف واحد 90% ديال البروبليم. Si on mange bien, c'est bon. C'est des produits, des produits chimiques. 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 Des produits chimiques.
Et par exemple, هي بغات تلعب،
انا كان عايش دابا انا عندي العكس ديالك انت انا في الاول كانوا قال لنا لا حسيت بيا خاصه نمشي شي كان شي حفل ولا شي حاجه نمشي على حساب الدراري هذه خاصه ما تاكلش خاصه ما تدخل في الطبسي وحده وحده خاصه ما تلعبش في الطراب خاصه بزاف الحوايج انا درت داكشي ديال الكونطير ديال خليت لعب على خاطر باش تحاول تكتسب المناعه ديالك فين ما كانش كتمشي ما تقدرش شي ما تقدرش Merci d'avoir répondu à l'invitation de Aja. C'est très important que les parents soient là. Moi, je vois des patients dans 74 pays dans le monde et ils ont tous les mêmes problèmes. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est, vous voyez, je mets des lunettes. Parce que mes yeux, ils ne sont pas très bons. Et tout le monde trouve ça normal. Mais vous, c'est le système immunitaire qui n'est pas trop bon. Il faut que les gens trouvent ça normal. C'est ça que vous avez besoin d'expliquer. دونك الناس براسهم خصهم يعرفوا اننا حتى حنا ديال السيمينيتير شي حاجه عاديه يعني خصهم هما يفهموها باسكو لي جون كونت يل نو كومبرين با ils ont peur et ils éloignent alors il faut expliquer ça n'est pas ça peut être grave mais quand c'est bien soigné ça n'est pas si grave que ça on peut avoir des rêves les enfants en particulier et on a le droit de faire des études on a le droit de travailler tout ça c'est possible il faut juste expliquer et le rôle des parents c'est d'expliquer et puis petit à petit les enfants ils entendent et ils expliqueront aussi donc le مهم هادشي كله هو اننا حنا نشرحوا المرض ديالنا اوموان مرونطوغ ديالنا باش ما يبقاوش غادي يصحابوا داك المرض بحال شي بعوض يعني فريمون هذاك المرض شي حاجه عاديه حتى واحد عنده شي مرض عادي اخر خصنا نشرحوا ونعلموا وليداتنا انهم خصهم يعيشوا حياتهم يعني القرايه خصهم يقراو قبل ما يخدموا كلشي يقدروا يديروا يعني غير خصنا نشرحوا ونتبعوا لا مرضي ديالنا ان شاء الله كلشي ممكن وحتى داك النقطه المهمه ولدك تياخذ كلشي منك ملي تيتزاد وليده وينه فوق العالم هو عينيك واللي شافك درتيه حتى هو غيكبر غيديرها وفي هذا المرض مهمه حيت الا نتوما تقبلتوا وفهمتوا وشاف كيفاش كتشرحي ملي غير هو غادي كيكبر وغيولي هو يقدر يشرح الا انت ما فهمتيش وتخلعتي حتى هو ما غيفهمش وغيتخلع دونك خدموا على راسكم شفتي الا قلتي انا تمنيت ولدي يعيش المرض بهذه الطريقه عيشوا بديك الطريقه شفت ولدك غيعيشوا بحال هكا ما يمكنش تعطي واحد الحاجه اللي ما عندكش وليداتنا تياخذوا من عندنا داكشي اللي عندنا ويفقدوا شيء الى الاخر دونك انت ما تخافش وانت فهم وانت هضر على حقوق وشرطه مزيان حتى هو ان شاء الله غيكبر هذه واحد الحاجه مهمه خصنا نتقبلوا انا فوق اننا نتقبلوا المرض يعني الوالدين الا تقبلوا المرض ديال وليداتهم وليدات هما كيتقبلوا المرض الا حنا انا كنهضر غير طوبي والدي ولكن انا راه مريضه تاعنا الا تقبلنا المرض راه وليداتنا هما كيتقبلوا
ولكن الا هما بغينا هما يتقبلوا حنا ما نتقبلينوش اصلا راه ما عمرنا شي حاجه ماشي هي لي La dernière chose peut-être, c'est que vos enfants, ils ont de la chance parce qu'ils ont des bons parents, des parents qui sont là pour eux. Et quand on a des adultes qui sont diagnostiqués à l'âge adulte, ils ont beaucoup plus de mal. Et la première difficulté, c'est d'accepter la maladie. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est d'accepter et puis de la prendre en charge. Et mais souvent, c'est difficile chez les adultes. Alors que les parents sont des battants. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants. دونك كيما قالت كنشكركم انكم نتوما ديجا كتحتفظوا بالوليدات ديالكم ووقفوا معاهم ومتبعينهم من الاول ديالهم باقون كاينين وليدات اللي كيعرفوا المرض وهما كبار يعني ما كيلقاوش هاد الرعايه اللي لقينا الوليدات وهما صغار يعني كاين واحد كيما قالت عاوتاني التقبل شحال ما تقبلنا المرض شحال ما كنقدروا نافونسي اسلام غادي تزيد شي حاجه احسان باغون احسان غادي تزيد شي حاجه اوطون ك قالت واحد الحاجه زوينه سي كو دابا الى جينا هضرنا بماما غنقولوا الناس الكبار اللي غيمرضوا غتجيهم سهل حيت هما كبار وتيفهموا شنو يلا قال سي كو لا بالعكس شنو هما كيلاحظوا سي كو الكبير كتجي صعب من الصغار علاش الصغير عنده والدين وهذوك الوالدين كيفاش كيحبوا الوليد وكيفاش غيعاونوا فاش كنشوفوا الوالدين كيتقاتلوا على وليداتهم كيخليهم خاص صافي كو بالعكس داك الوليد ملي كيمرض هو صغير ووالديه تيكبروا في ديك الحضانه وتيتيق فيه كتجيه سهل من واحد مات وهو مرض هو كبير مرض هو كبير دونك هاد القضيه زوينه ان سبحان الله زعما كنقولوا لا مرض هو صغير وما عنده صحه ومازال ما شاف حتى شي حاجه في الدنيا لا سي لو كونفير الا عاونتوا وليداتكم وهما صغار كتسهل عليهم الكوريه بزاف ملي كيولي كيتعايش مع داك المرض اللي كاين عنده كيولي عارف شنو عنده وشنو اللي خاصو يقراو له ما يقراوش اللي هي خايبه من الزينه يعني كيولي عارف انت الحوايج اللي هضرنا على قبلهم كيولي يحاول هو يتفاداهم La dernière chose aussi, c'est ne restez pas seul, parce qu'il y a beaucoup de connaissances. Les déficits immunitaires sont très différents les uns des autres. Mais il y a beaucoup de savoir dans chacun d'entre vous, et le savoir de l'un peut aider l'autre. Donc partager, rester ensemble et agir, c'est vraiment essentiel pour que les déficits immunitaires soient connus, reconnus, et puis supportés par l'ensemble des pays. كما قالت اهم حاجه هي يبقى الواحد يبقى حنا راه دايرين واحد الجروب واتساب عائله هاجر غنبغيو عائله يعني كنبارطاجيو فيها داكشي اللي كيضرنا داكشي اللي كيفرحنا وكلشي يعني هذا شي حاجه مهمه يعني بعض المرات كونساي واحد كيعطيه راه كيفيد وحدين اخرين اللي يقدروا ديك الساعه ما يستهنوا به ولكن من بعد راه كيفيدهم يعني من هادشي كله خليونا سوليدير نبقاو ديما متحدين نبقاو ديما مجموعين ومن بقاو ديما ثقتنا في الله حيت الثقه في الله شي حاجه مهمه وهذا الشيء كيسال كل واحد كنا راه نبقيو سالنا نفس المرض يعني ما شوف ما تحسش براسك بيزي حيت كلنا كتوقع في واحد كيجينا واحد الوقت ديال كنطيح ولكن كنخصنا نعاودو نوض هذا هو المهم يعني خلي ثقتك في الله كلنا ثقتنا في الله وان شاء الله مادام الله عطانا هاد الوليدات سيكو عارفنا قادين بهم وعارفنا قادين نوصلوهم ان شاء الله وما غادي نديرو اقصى جهدنا اننا ما نقصروش من جهتنا من جهتهم يعني هذا هو المهم وان شاء الله ربي ما يسهلنا يعني عندي واحد الصوره جماعيه حيت ان شاء الله الترونسبور واجي باش نمشيو نشوفو